يوم الحنة كانت حنتنا امبارح والحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، ربنا افتكرها. يعني يوم الحنة بعد ما عملتوا الحنة، لا الصبح، يوم الحنة الصبح يوم وهي الحنة لسه الصبح. بتجهز للحنة وكده، الحمد لله. بيصحوها فوجدوا انها متوفية. لا هي صحيت الحمد لله، ومرة واحدة وقعت سكتة قلبية، الحمد لله الحمد لله، وده قضاء الحمد الله. لله. كنت طبعا يا احمد بتستعدوا بقى، مجهزين كل حاجة أكيد أكيد كل حاجة كانت جاهزة، أنا كنت بجهز نفسي للحلاق ورايح وكده، لقيت جدتها بتتصل بتقول لي الحق يا أحمد، اسرق وعي تغمى عليها وما بتنطقش، يا دوب أول ما رحت هناك لقيتها مات، الحمد لله. رحت لقيتها توفيت. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، أنا أحمد، راضي قدر ربنا. أحمد إسراء كانت بتشتغل ولا مخلصة كلية إيه، ولا مخلصة إيه في التعليم؟ هي معاها ثانوية صنايع، وكانت قاعدة في البيت يعني مع اخواتها مع والدي. طبعا كل الايام اللي فاتت، كل الساعات اللي سبقت الوفاة دي كلها بقى، ما بين الحنة وما بين أكيد طبعا أكيد طبعا تجمعات أكيد عائلية وحالة البهجة دي والسعادة في أكيد البيت. أكيد أكيد طبعا أزواج، ربنا يرحمها، أنا مش محتاج بس غير دعوة الناس إن ربنا يرحمها، وأي حد بس ينزل صورتها يا ريت يمسحها عشان بس ما نعذبهاش أكتر من كده. بيؤلمك يعني ولا أيوه، الميت دي رحمة، دي حرب، يا طبعا ريت بس أي حد ينزل صورتها يمسحها. طبعا. يبقى اذا دي رغبة احمد يا جماعة، اذا اي حد، لانه في ناس طبعا حاطين صورتها للتعبير. أكيد أكيد، يا ريت بس أي حد ينزل صورتها يا ريت يمسحها مش أكتر، ده طلبي منكم طيب ليكم، وكفاية دعاء يعني، كفاية دي شكرا أوي ليكم يا ريت.